ما صحة الصلاة وراء إمام ثبت تعاطيه السحر بكتابة الحروز والجداول؟ السؤال واضح، يقول ما صحة الصلاة خلف إمام يتعاطى السحر، يكتب الحروز والجداول السحرية، طلاسم، هذا ليس له صلاة، هو في نفسه ما له صلاة، لأنه ساحر والساحر كافر، لا تصح صلاته هو حتى يتوب إلى الله عز وجل توبة صحيحة، فكيف تصح الصلاة خلفه؟ لا تصح الصلاة خلفه وهو ليست صلاته صحيحة في نفسه، حتى لو صلى وحده صلاته باطلة حتى يتوب إلى الله عز وجل. نعم.